قريت عطيه معصر لانه غناديه بشكل مش طبيعي. طاهره مش طبيعي وطاهره كلكم انت كانك لبنانيه هيك كثير طاهره. ان شاء الله بدكم ان شاء الله الاسبوع الجاي هاي بس الاسبوع عرست بعدها منك بعد هذا ليه ما تاخذينه ما تطلع قاعده يلا تعالوا شوفوا الاشلاخ مسيو لو مسيو لو جميل مين بده يا ليلى شي مين بده على ليلى شي يا مسيو خليك اسمعي رحمه انت معي عن جد ما هو هيك يعني كل اسبوع في نوم هيك شيء عن جد حبيبي رحمه شو بده بس شيء تاجر غنيه بده بس نفسيه شو بدك طهره كثير حلوه طهره كمان انت شفتي رحمه انا رحت معك تس تس الو شو الاسم لا عن جد كثير وحيد الله انا هي اكثر غنيه كنت حابه اغني يعني انا لك صراحه هذا وحدك لي بحبها اوكي حلوه الغنيه وانا عم غنيها حلو بس يعني مش قد اجمل احساس وما حطيت انا كل راسي على ليلك اجمل احساس تاجلي كده فهمتي عم بقول لك تاجلي تخشم لا مو بده تعصيب اوكي اوكي حاضر هيك الله نحاول مفيها مش عم بطلب منك عم اقول لك انت تدري من هلا اوكي مش ان شاء الله لا ان شاء الله في موضوع يعني فظيعه تحك يلا انت بس بلشت مين الثالث باسل واحد